مساء الخير أستاذ سعد. يعني كنا في الأيام الماضية كنا بنتحدث عن عملية دق طبول الحرب، اليوم أصبح التكهنات الأمريكية واقع، وروسيا تقوم بغزو أوكرانيا. حابب من حضرتك أخ ثائر أنك تشرح من وجهة نظر الدول ما هي أزمة أصلا، يعني من وجهة نظر روسيا ليه روسيا عايزة تحتل أوكرانيا أو قامت باحتلال أوكرانيا الآن، وهو موقف أمريكا من غزو روسيا بصور من وجهة نظر الدول، لأن في كتير من المشاهدين يمكن ما يعرفوش هو إيه أسباب الأزمة. يعني فضل. تماما، نحن يعني نعطي لمحة للسادة المشاهدين عن واقع أوكرانيا، وكذلك أيضا الأسباب التي دفعت روسيا إلى احتلال أوكرانيا والتوسع العسكري الذي بدأ فجر هذا اليوم. روسيا ومنذ عام 1997، يعني قبل حوالي 20 عام، كانت قد يعني وضعت لنفسها خطة استراتيجية لإعادة لم شمل البلدان السوفيتية السابقة التي تعتبرها روسيا جزءا من أراضيها التاريخية، وتحديدا جزءا من أراضي الإمبراطورية الروسية القيصرية. بوتين ومنذ أن يعني انهار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، مرت روسيا بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة العجز الاقتصادي والعسكري الكامل الذي ترافق مع انهيار الجيش السوفيتي. هذا الوضع استمر حتى يعني عام 1997، حين ذاك حاولت روسيا أن تضغط بقوة على الاتحاد الأوروبي وكذلك على الولايات المتحدة الأمريكية للنظر بوحدة الأراضي الروسية أو ما تعتبره جزءا من أراضيها التاريخية، لكن الدعاوى الروسية لم تلقى أذانا صاغية وقتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك أيضا من شركاء الأوروبيين، فاعتبرت روسيا ذلك صفعة لها. فعمل بوتين منذ أن تولى السلطة قبل 20 عاما وحتى هذا اليوم على هذه النقطة تحديدا، ووضعها على رأس أولوياته. يعني نستطيع القول أن استراتيجية بوتين الرئيسية اليوم هي التخطيط لإعادة لم شمل، ما يسميه لم شمل أو حلم الوحدة الروسية مع بلدان الاتحاد السوفيتي السابق التي تعتبر جزءا من الثقافة الإسلامية، وأنا أعني هنا أوكرانيا، بيلاروسيا، لاتفيا، ليتوانيا، دول البلطيق، أستونيا، وكذلك أيضا مالدوفيا. هذه الدول تعني روسيا كثيرا، فلذلك نجد أن بوتين عمل على هذه النقطة، اشتغل على موضوع تقوية الجيش الروسي، جعل منه قوة إقليمية لا تقل أهمية عن الجيش الصيني وكذلك أيضا عن الجيش الهندي، وأصبح بإمكان بوتين بعد هذه السنوات العشرين من بناء قوة عسكرية نووية وكذلك أيضا قوة عسكرية ذات قدرات تدميرية هائلة من خلال الصناعات العسكرية والإنتاج العسكري. روسيا بعد هذه السنوات الطويلة تريد اليوم أن تقول للعالم وتحديدا للأوروبيين وكذلك أيضا تريد أن تقول للولايات المتحدة الأمريكية ها أنا ذا قد عدت بقوة إلى الساحة الدولية. روسيا اليوم غير روسيا الأمس، روسيا اليوم غير روسيا الاتحاد السوفيتي، حتى أن بوتين في مقال أخير له قال أنني لست من المعجبين كثيرا بالاتحاد السوفيتي، يعني رغم أن الاتحاد السوفيتي قد سيطر على دول عديدة في شرق أوروبا كتشيك، عندما نذكر كيف أن الدبابات السوفيتية اجتاحت مدينة براغ في ظل رفض الشعب التشيكي وخروجهم بالورود أمام تلك الدبابات التي يعني كانت تعبر عن الهيمنة السوفيتية وقتها على بلدان في شرق القارة الأوروبية. نفس الأمر اليوم لا أحد في أوكرانيا يرحب بالدبابات الروسية، وحال الشعب الأوكراني اليوم كحال الشعب التشيكي قبل 50 عاما عندما اجتاحت الدبابات السوفيتية براغ. لذلك كله بوتين اليوم يستعرض قوته بالكامل في ظل هذا الضعف الدولي الذي يراه اليوم من خلال موقف الولايات المتحدة الأمريكية خلال 5 رؤساء عاصرهم بوتين منذ أن وصل إلى الكريملين، وكذلك أيضا في ظل صمت الاتحاد الأوروبي خاصة بعد موضوع
اجتياح القوات الروسية لجورجيا في عام 2008 التزم الاتحاد الأوروبي يومها بالصمت واكتفى ببعض العقوبات الاقتصادية. فبوتين يجد الأرضية اليوم الملائمة له ليذهب بعيدا في احتلال أوكرانيا في ظل الصمت الأوروبي، وكذلك أيضا في ظل ما يراه بوتين شخصيا ولكن العجز أستاذ الأمريكي. أستاذ ثائر يعني بس خليني قبل ما أطرح على حضرتك السؤال الثاني، أنا وردنا دلوقتي أن هناك بعض صور للمظاهرات أمام السفارة، نقل مباشر من أمام السفارة الروسية، مظاهرات للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا أمام السفارة الروسية بفيينا. هناك بعض الحشود يعني أعداد ليس بقليلة بالنسبة لأني المظاهرة يعني يمكن أعلن عنها بعد ما كان في مظاهرة برضو مشابهة أمام وزارة الخارجية برضو لنفس السبب للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا. هناك بعض طبعا المتضامنين مع الشعب الأوكراني بيلقوا كلمات تنديد، كمان برضو ده بث مباشر من كييف. يمكن نلاحظ ان الشوارع خالية تماما من السيارات، يمكن بعض السيارات يعني مش هو ده الجو المعتاد في العواصم اللي بتكون بحجم كييف. يعني واضح ان هناك طبعا استعدادات او ملامح الغزو الروسي بين في الشارع الأوكراني بشكل واضح. بعد طبعا بعد ما هناك تداول للكثير من الأخبار أن القوات الروسية تقترب من ناحية بيلاروسيا ومن ناحية الحدود الروسية الأوكرانية. نعود ونكمل مع الأستاذ ثائر الناشف الحديث. أستاذ ثائر، يمكن سؤالي الثاني، لكن ما هي المخاوف الروسية من انضمام أوكرانيا لحلف الناتو؟ يعني الاستراتيجية الروسية حقيقة، ومنذ أن يعني بدأ بوتين في تداول مهامه الرئاسية في الكريملين كان متنبها إلى التوسع الكبير الذي شهدته بلدان أوروبا الشرقية بانضمامها إلى حلف الناتو الذي بدأ منذ تسعينيات القرن الماضي وشمل دول البلطيق وكذلك أيضا دولة تعتبرها روسيا ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لها، كما كانت بالنسبة لألمانيا في زمن هتلر، وهي بولندا التي انضمت إلى حلف الناتو رغم أنها كانت عاصمة حلف الاتحاد السوفيتي السابق حلف وارسو. فوارسو اليوم بدل أن تكون، يعني هذا كله سبب قلق لبوتين، سبب قلق لروسيا أن الناتو يقترب خطوة بخطوة من حدود روسيا. روسيا تعتبر أن وصول الناتو إلى أوكرانيا رغم أن الناتو يتبع سياسة الباب المفتوح لكل دول العالم، يعني وخاصة الدول الأوروبية المعنية بشأن التبادل الأمني والعسكري مع الدول الفاعلة في حلف الناتو. أوكرانيا وجهت لها الدعوة وقدمت طلب الانضمام، فقبل الحلف الناتو هذه الدعوة الأوكرانية، وهذا ما سبب قلق لدى روسيا. فأصبحت روسيا اليوم تستنكر بشدة، يعني روسيا صمتت على انضمام ليتوانيا، على استونيا، على لاتفيا، وإستونيا وبولندا تماما برضو. بولندا. بولندا بولندا ذات أهمية، ولكن بولندا لا تقع مباشرة على الحدود الروسية، بمعنى أنها لا تتراكم هي في حدود الروسية. مباشرة بين بولندا وأوكرانيا، هناك حدود وبيلاروسيا، هي قريبة من بيلاروسيا حقيقة، وهذا أيضا يشكل عامل خطر لروسيا، ولكن ليس بذات الخطر الذي تشكله أوكرانيا بالنسبة لوجهة النظر الروسية. روسيا أيضا سبب آخر، تعتبر أوكرانيا جزءا من أراضيها، يعني بأهمية أكبر بكثير مما توليه تجاه بيلاروسيا. تعتبر روسيا أن أوكرانيا كانت يوما ما ضمن المدن الروسية، أنه ليس هناك دولة اسمها أوكرانيا. بوتين أيضا حاجج قبل الحرب وقبل أن يبدأ بتوزيع ونشر القوات الروسية في شرق
روسيا في غرب روسيا تحديدا شرق أوكرانيا هذه المنطقة الحدودية أن هناك 25 مليون مواطن روسي تم حرمانهم من الالتحاق بوطنهم الأم روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. يعني روسيا تعتبر حقيقة أن انهيار الاتحاد السوفيتي ألحق ضررا كبيرا بالجغرافيا الروسية وبالديموغرافيا الروسية. هذه حجج وذراع حقيقة يحاول من خلالها بوتين يعني تبرير هذا الغزو، يعتمد في المقام الأول على موضوع الأمن القومي الروسي وذريعة ذلك توسع حلف الناتو باتجاه الأراضي الأوكرانية. الحجة الثانية التي يبرر بها بوتين غزوه اليوم لأوكرانيا هي موضوع الـ يعني الجالية الروسية أو لنقل الشعب الروسي المتواجد في شرق أوكرانيا في إقليمي دونيتسك اللي هو تعلل ودخل علشان يحمي هذه الشعوب. ولكن طب في الأونة الأخيرة يمكن سمعنا تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية، تهديدات من الاتحاد الأوروبي، وروسيا لم تنصت لأي نوع منها من هذه التهديدات. برأيك هل هيكون هناك مواجهة عسكرية بين الاتحاد الأوروبي أو دول الغرب وأمريكا على الأرض؟ مواجهات عسكرية حقيقة لا نستطيع أن نجزم أو نخمن حتى بوقوع مثل هكذا مواجهات عسكرية بين حلف الناتو من جهة وروسيا من جهة أخرى. يعني عندما نقول الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فإننا نعني هنا بالمقام الأول حلف الناتو، لكن في الواقع حلف الناتو وجوابا على سؤال حضرتك بدأ يحشد قوات عسكرية بالفعل وقوات أيضا أمنية في شرق أوروبا، في شرق ووسط أوروبا تحديدا في المدن في الدول التي كنت قد ذكرتها، دول البلطيق وكذلك كذلك بولندا، يعني بواقع بواقع ورومانيا أيضا بكل تأكيد بواقع الاستعداد للحرب. يعني هذا التأهب، حالة التأهب القصوى التي أعلن عنها الحلف الناتو تشير إلى أن الحلف بدأ الآن يضع الاستراتيجيات العسكرية لحماية هذه الدول، أي لحماية الدول الأعضاء في حلف الناتو وليس للرد على الغزو الروسي في أوكرانيا. بمعنى ذلك أن حلف الناتو ممثلا بدوله الفاعلة ودوله التي انضمت مؤخرا إلى حلف الناتو، وأنا أعني هنا دول أوروبا الشرقية، لن يدخلوا في مواجهة عسكرية مع روسيا. هذا يعيدنا إلى السيناريو السابق في عام 2008، وكان قد تحدثت فيه مع حضرتك في اللقاء السابق وكذلك أيضا مع جورجيا. الأستاذ أبو ثينة، أن روسيا تماما جورجيا، وأنا هذا يعني جورجيا اليوم يعني الصحف الغربية عنونت، وحتى أن هناك صحفيين أوروبيين كتبوا مقالات نقدية للحكومات الأوروبية التي تكتفي فقط بالاستنكار، وهذا ما رأيناه في موقف فرنسا، ألمانيا، الدنمارك، هولندا، النرويج، السويد، كل هذه الدول استنكرت الغزو الروسي. ولكن ربما روسيا تشد ظهرها اليوم بسيناريو جورجيا، غزت جورجيا في عام 2008 لم يكن هناك أي رد عسكري أوروبي أو أي رد عسكري أمريكي، فقط عقوبات اقتصادية يعني وجهتها. عذرا للمقاطعة أخ ثائر، ولكن مش من وجهة النظر الروسية أنها بتعتبر أن ده بالنسبة لها يعتبر أمن قومي، فهي بتدافع عن نفسها وعايزة تحمي نفسها، لأن وجود الناتو في المنطقة في منطقة أوكرانيا يعني كده غلق كل المنافذ على روسيا، يعني كده ده المنفذ الوحيد بالنسبة لها، مش ده يعتبر بالنسبة لروسيا دفاع عن النفس؟ هذه هي حجة روسيا حقيقة، هي تعتمد على هذه الحجة. ولكن في الواقع ما يعني يشيعه الإعلام الروسي أيضا، نريد هنا أن نعطي يعني صورة كاملة عن واقع الإعلام الروسي وكيف أن روسيا تقرأ هذه الحرب. روسيا اليوم من خلال وسائل الإعلام ومن خلال أيضا المكتب الصحفي الخاص بالرئاسة الروسية تعتبر أنها أمام مهمة حاسمة للشعب الروسي لإنقاذ روسيا من النازيين الجدد. يعني اليوم روسيا تصف القوات العسكرية الأوكرانية، الجيش الأوكراني، الرئاسة الأوكرانية، كل العالم الذي يخرج بمظاهرات يعني مظاهرات منددة للغزو الروسي ومؤيدة لموقف مناهضة للموقف الروسي ومؤيدة لموقف أوكرانيا، روسيا تعتبر أنها في مواجهة مع النازيين ومع النازيين الجدد. يعني برأيي هذا تبرير ساذج يعيدنا إلى ما كان يحدث في المنطقة العربية عندما كانوا بعض
الحكام العرب إذا ما واجهوا جزء من شعوبهم فإنهم يعني يتهمونهم أو يلصقون بهم تهمة الإرهاب. يعني هذا تبرير يعني غير منطقي، أن تذهب روسيا إلى هذا الحد وتصف الأوكرانيين والشعب الأوكراني أو تصف القيادة الأوكرانية والجيش الأوكراني بالنازيين الجدد. النازيين انتهوا، وإذا كان هناك نازي إذا كان هناك نازيون جدد فهم ليسوا في أوكرانيا بكل الأحوال، ربما يكونون في دول أخرى وليسوا بهذا الحضور أو بهذه القوة كما تصورها روسيا في وسائل إعلامها. ولكن نعم. أنا أريد أن أعود إلى سؤال حضرتك وأقول لماذا يعني يرى الروس أنفسهم أنهم بخط الدفاع عن النفس. روسيا حقيقة لا تثق كثيرا بالوعود الغربية، يعني وهذه هي نقطة الاهتمام الروسية. روسيا تعتبر نفسها لقمة سائغة للأوروبيين، لجيرانها في الاتحاد الأوروبي أو جيرانها الأوروبيين بشكل عام، وكذلك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. وتبرر ذلك روسيا من خلال ما جرى من تدخل أمريكي مناهض لما يعني جرى في عام 1917 وامتد لعام 1922، أي الحرب نعم. الأهلية في روسيا في زمن الثورة أو الانقلاب البلشفي أيا كان، الذي أطاح بالقيصر الروسي نيكولاي الثاني وأتى بفلاديمير لينين إلى السلطة. هنا يعني كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم حقيقة المناشئ، يعني تدعم يعني تدعم جهة سياسية نعم. عسكرية مناهضة، تدعمها بال 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 يعني بكل أشكال الدعم. فروسيا تسجل على صفحات التاريخ أن أمريكا تدخلت في 1917 وحتى خلال سنوات الحرب الأهلية، ثم عادت روسيا وسجلت نقطة أخرى أن ألمانيا بقضها وقضيضها في زمن هتلر غزت الاتحاد السوفيتي، يعني غزت روسيا وتسببت نعم. في مقتل 30 مليون مواطن روسي. يعني هذه هي حجج روسيا. فروسيا تقول أنا لا أستطيع أن أثق، يعني أنا أريد أن أشرح للسادة المشاهدين لماذا روسيا ذهبت لاجتياح أوكرانيا. فروسيا نعم. تقول على لسان بوتين أنا لا أستطيع أن أثق بالأوروبيين، هم اعتدوا على حدودي واعتدوا على سيادتي في زمن القيصرية وفي زمن الحرب الأهلية، أي في فترة الحكم انتقال الحكم من نيكولاي إلى فلاديمير لينين نعم. ثم في فترة هتلر الحرب العالمية الثانية في عام 1945 عندما أطلق الجيش الألماني، يعني في عام 1938 تحديدا فترة بداية الحرب العالمية الثانية عندما أطلق الجيش الألماني باتجاه روسيا. تماما باتجاه روسيا والأراضي الروسية. والأمر الثالث الذي تتذرع به روسيا أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعد توقيع روسيا الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في عام 1955 اتفاقية تنص على عدم تدخل القطبين العالميين الولايات المتحدة الأمريكية والسوفيت بأي توسع عسكري تجاه أي دول مجاورة لهما. فروسيا تبرر ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تلتزم، بدليل أنها يعني الولايات المتحدة الأمريكية توسعت في ألمانيا الغربية في ذلك الوقت، وكذلك أيضا أزمة الصواريخ الكوبية التي لا ننساها مطلقا في عام 1962. ولكن هذه هي التي أخ ثائر نعم. أنا يعني برضو أنا يعني فيك كلامك في تسلسل جميل جدا، وأتمنى طبعا أن السادة المشاهدين يكون وضحت قدامهم الصورة ما هو المغزى من الغزو الروسي من وجهة النظر الروسية. ولكن دلوقتي احنا أمام تهديدات أمريكية، ولكن أمريكا لم تفعل شيء إلى الآن، لم نجد أو لا يوجد على أرض الواقع أي تدخلات عسكرية من الجيش الأمريكي. من وجهة نظرك يعني لو الأمور استمرت حسب تحليل الخبراء العسكريين، المفروض أن روسيا بكرة تعلن أو ترفع علم روسيا على أوكرانيا. حابب أعرف من حضرتك موقف الاتحاد الأوروبي إذا ما تم فعلا موقف الاتحاد الأوروبي وأمريكا إذا ما تم فعلا أن قامت روسيا يعني في الأيام اللي جاية برفع العلم الروسي على أوكرانيا. اليوم بوتين نفسه صرح في أحد التصريح له بعد كلمته المتلفزة التي بثها خلال الساعات 24 الماضية أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا، هكذا يقول بوتين، بل أن روسيا تريد نزع السلاح الموجود في أوكرانيا، بمعنى أنها تريد تجريد أوكرانيا من أي قوة سيادية لها. يعني عندما نقول السلاح يعني نعني هنا هيبة الدولة،
هيبة الدولة، أي دولة في العالم هيبتها في الجيش، قوات الأمن والشرطة والقضاء، هذه هي هيبة الدولة. شيء آخر يعني لا يمكن أن يكون أن يعطي للدولة هيبة مؤسسات التعليم أو مؤسسات الصحة. فبوتين يعني ليبرر ذلك يقول أنني سوف لن أذهب إلى شطب أوكرانيا. يعني المستشار الألماني، وأنا أتحدث إليكم الآن مباشرة، يرد خبر عاجل يقول أن شولتز، السيد شولتز، يقول أن روسيا تسعى إلى شطب أوكرانيا من الخريطة. والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عندما تحدث اليوم مع رئيس الوزراء النمساوي المستشار كارل نيهمار قال له لا أعلم إذا ما سيكون خلال الأيام القادمة هناك دولة اسمها أوكرانيا أم لا. يعني الدول الغربية، الاتحاد الأوروبي، أصبح الأمر بالنسبة لديهم محسوم وواضح أن روسيا فعلا تريد أن ترفع العلم الروسي فوق الأراضي الأوكرانية. وليس ألا ترى أن هناك خطأ من الاتحاد الأوروبي للموقف؟ يعني كان هناك فرص كبيرة جدا للحلول الدبلوماسية، يمكن أمريكا غير متأثرة تأثير مباشر بينها وبين روسيا، ولكن الاتحاد الأوروبي يمكن شفنا النهاردة في انهيار زي ما أعلننا في الـ في الـ في الـ في العناوين الأخبار، هناك انهيار في البورصة الأوروبية والبورصة النمساوية بسبب العمليات دي. ألا ترى أن هناك تقاعس من الاتحاد الأوروبي، أن كان في إمكانه أنه يحتوي الموقف لما هناك من تداخل اقتصادي أو شراكة اقتصادية كبيرة بين الاتحاد الأوروبي وكثير من دوله مع روسيا؟ في الواقع يعني تقييم حضرتك لموقف الاتحاد الأوروبي. تماما، الاتحاد الأوروبي في الواقع بذل يعني أقصى الجهود السياسية والدبلوماسية في سبيل احتواء هذه الأزمة. ونتذكر زيارة ماكرون الرئيس الفرنسي إلى موسكو، وكيف أنه جلس إلى جوار بوتين وطاولة تفصل بينهما بمسافة 4 أمتار. هذا يدل على حجم الخلاف والشقة الكبيرة ما بين روسيا والاتحاد الأوروبي، رغم أن هناك تبادل تجاري هائل جدا بين روسيا والاتحاد الأوروبي على المستوى يعني الطاقة، على مستوى البضائع، على مستوى حتى يعني التعاون أو المبيعات. لا، ده حتى في مصانع في السلاح، مواد الغذاء، يعني في مصانع أغذية وشركات أغذية، مصانع عصائر موجودة، شركات نمساوية موجودة هناك في أوكرانيا كمان. هذه كلها استثمارات يعني تدر يعني أموال هائلة جدا لخزينة هذه الدول التي تستفيد من هذه العلاقات الثنائية أو العلاقات يعني القائمة بين بلدان الاتحاد الأوروبي وروسيا. أيضا لا ننسى زيارة المستشار الألماني شولتز إلى موسكو تماما، ولقائه ب يعني بوتين شخصيا وتحدثه إليه. ويعني يومها يعني راجت أخبار أن فتيل الحرب تم نزعه بين الرئيسين بعد هذا اللقاء الذي جرى بينهما في موسكو، ولكن واضح أن روسيا لم تلتزم مطلقا بأي وعود قطعتها مع الرئيس الفرنسي. ولكن روسيا كان ليها مطالب أخي سائر، يعني روسيا كان ليها مطالب لم تتحقق هذه المطالب. المطالب الروسية هي أن تعلن أوكرانيا عدم الانضمام إلى حلف الناتو، تماما إلى الناتو. هذا هو المطلب الروسي الأساسي اليوم. المطلب الروسي الأساسي اليوم هو أن تتخلى أوكرانيا عن أي حلم لها بالانضمام إلى حلف الناتو من جهة، أو حتى الاتحاد الأوروبي. يعني لا يكفي رفض أوكرانيا أو تخليها عن عدم الانضمام إلى حلف الناتو، وإنما أيضا حتى عدم رغبتها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أي إلى منطقة تشنغن ومنطقة اليورو. يعني روسيا تريد أوكرانيا في الواقع دولة نسخة طبق الأصل من بيلاروسيا. اليوم بيلاروسيا نجد أنها دولة ذات حجم جغرافي كبير، ولكن لا دور سياسي لها، لا دور اقتصادي لها في كل القارة الأوروبية. يعني دولة تم تقزيمها وتقليمها من قبل روسيا بحجة أن الشعب البيلاروسي هو شعب روسي ينتمي لذات الثقافة ولذات الهوية الروسية، وأن بيلاروسيا هي يعني الخاصرة المهمة جدا لروسيا. نفس الأمر، روسيا تنظر إلى أوكرانيا بذات المنظار وبذات يعني النظرة
التي تعتبرها نظرة خاصة بها وليس بأي أحد آخر من شأنه أن يتدخل في ذلك. جورجيا وأرمينيا هذه الدول القوقازية التي تقع في جنوب شرق روسيا تعتبر روسيا تعتبرها ليست بذات الأهمية التي لدى أوكرانيا، لأن هذه الدول يعني تمثل بوابة لروسيا مع الشرق الأوسط، البلدان العربية ومع تركيا أيضا. لذلك روسيا يعني تنظر إلى بلدان القوقاز من منطلقات أمنية، ولكن بالنسبة لأوكرانيا ولبيلاروسيا ولهذه الدول. في اعتقادك أخ ثائر، هل تتوقع مع كل الانتقادات على مستوى العالم، هل تتراجع روسيا عن موقفها في الأيام المقبلة؟ روسيا مضت في الحرب ومضت أيضا في طريقها نحو، يعني كنت أنا أتوقع حقيقة أن روسيا ربما ستكتفي بدخول إقليمي الدونباس ودونيتسك، أي المناطق الحدودية تماما المناطق الحدودية الأوكرانية مع روسيا، ولكن اليوم أوكرانيا تحت مرمى النير، كييف تحت مرمى النيران، وكذلك أيضا أوديسا. هناك يعني سيناريوهات عسكرية روسية أن يجري ربط أوديسا القائمة على البحر الأسود وربطها مباشرة مع القرم المتاخم لها، بمعنى أن روسيا يعني في ظل هذه المعطيات القائمة على الأرض، معطيات الواقع العسكري، أن روسيا ربما لن تقبل على أي خطوة تراجع، لأن التراجع من قبلها سيعني ضعف وانكسار وربما استجابة. يعني لو كانت روسيا بالواقع تريد الاستجابة لأي رغبات أو أي تفاهمات دولية لكانت قد اتفقت في ذلك مع المستشار الألماني ومع الرئيس الفرنسي. سؤال تماماً أخير يعني اليوم، وفي نقاط بعد إذنك أستاذ ثائر، الموقف الأمريكي واضح، الموقف الاتحاد الأوروبي واضح، تقييم حضرتك في نقاط لو سمحت، ماذا يحدث في الأيام القادمة من روسيا والاتحاد الأوروبي في سطور لو سمحت؟ روسيا ستستمر في التصعيد إلى أقصى نقطة ممكنة فيما يتعلق بموضوع اجتياحها وغزوها للأراضي الأوكرانية. الاتحاد الأوروبي سيكتفي بفرض العقوبات، تصعيد النبرة السياسية والإعلامية، وكذلك أيضا محاولة الاتحاد الأوروبي ربما أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية في فرض عزلة سياسية على روسيا، وكذلك أيضا قطع كل التعاملات الاقتصادية والتجارية مع روسيا، وهذا ما أعلنه المستشار الألماني يوم أمس بوقف خط انبوب غاز نورد ستريم 2 القادم من ألمانيا، من روسيا إلى ألمانيا، وهذا بحد ذاته إعلان أوروبي نحو الخطوات القادمة. يعني في سطر واحد السيناريو مكرر من المواقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في السابق. في نهاية اللقاء بشكر الإعلامي الأستاذ ثائر الناشف، كنت معنا من غرفة أخبار إنفوجراد. شكرا للتحليل، وشكرا ليك دايما ضيف عزيز علينا في إنفوجراد. شكرا لكم أيضا وشكرا للمشاهدين.